مساءكم خير. زي ما اتفقنا انه احنا اتفقنا، لا احنا ما اتفقناش، هنتفق دلوقتي. في حياتنا اليوميه احنا بنشوف سيدات بطلات، كل واحده شايله قصتها على كتفها وبتتحرك في اليوم بمنتهى السلاسه والقوه واللياقه، واحنا ما نعرفش حكايتها. وفي العادي الست اللي بنشوفها وبنقابلها في الشارع أو في مؤسسة أو في مدرسة أو بتاخد ولادها حتى من المدرسة، كل واحدة فيهم صاحبة حكاية. عشان كده طول الوقت لما بنأكد أنه كل ست بطلة، وهي بطلة قصتها الخاصة، ولما بنتكلم مع أو عن نماذج ملهمة، فإحنا بنتكلم عن أي حد فينا عمل فكرة حلوة ساعدت في أنها تلهم شخص تاني. السنة دي كان العنوان اللي فرق معايا أنا شخصيا، يعني يمكن في احتفال يوم المرأة المصرية اللي دعت لي قرينة السيد الرئيس السيدة انتصار السيسي، هي الفكرة دي. هي فكرة أن أنت مش لازم أو مش محتاج تعمل حاجة العالم كله يشوفها عشان نقول لك أو نقول لك أن أنت عظيمة ومقدرة، ومش محتاج أغير الكون كله، لكن أنا محتاج أغير الدائرة الصغيرة اللي أنا مسؤولة عنها. وده يمكن العنوان الكبير اللي كان تاج كده على راس كتير من المكرمات. شفنا انه ناس صاحبات تأثير وعملوا حاجات حلوة وجميلة وتقدروا من الدولة، ودي كانت الرسالة الأكبر. احنا النهاردة مبسوطين جدا انه معانا ديانا سعد جرجس، الشابة الجميلة الحلوة اللي كنت بقول لكم عليها قبل الفاصل. اهلا بيكي ديانا. ازيك يا دينا. ولست امل الزناتي، السيدة الجميلة المكافحة اللي مش عارفه بقى اقول ايه، بتشتغل في مجال ما حصلش، يعني مجال يحتكره الرجال زي ما بيقولوا. اهلا بيكي. اهلا سلام. اهلا بيكي يا استاذه امل. اهلا بيكي حبيبتي. ابدا معاكي بقى يا استاذه امل، اتفضلي. تشتغلي في ايه بقى؟ اصدمي الناس كده. انا بشتغل في قطع غيار الجرارات الزراعيه، واعتبر ان انا اول واحده على مستوى الجمهوريه او العالم كله بشتغل في قطع غيار الجرارات الزراعيه. وبعدين بروح الورشه او كده عشان ان انا استفيد من شغلي، ان انا اعرف القطعة دي بتركب فين او بتحط فين، او البلية دي او المسمار ده، ابقى فاهمه من يجي لحد. فعندك خبره في الميكانيكا كمان. ايوه. ايه اللي وداكي هناك؟ يعني اللي دخلني المجال. ايوه طبعا. يعني. ايه اللي وداكي عند الجرارات الزراعيه؟ يعني ممكن نقول طيب كنتي بتحبي الحاجات دي، بتفرجي عليها، ايه اللي حصل؟ لا، هي وراثه اولا عن والدي. فانا حبيت ان انا يعني ايه اظهر، اعمل نفسي ان انا بقى حاجه مميزه. حاجه يعني ايه، ان ما يبقاش الانسان العادي مش ما يشتغلهاش، انا اشتغلها. حبيت ان انا اظهر ان انا مش اقل من اي حد عادي يعني. وقدرت والحمد لله، وبقيتي اكتر من اي حد طبعا. ديانا الشابه الفرفوشه، ديانا يا جماعه البنوته الفرفوشه الجميله اللي طول الوقت مبهجه ومبسوطه ومعجونة فن كده. انت بتحبي الفن والمسرح من سنين طويلة مش كده؟ ده حقيقي. احكي لي بقى عملتي ايه او اتكرمتي عن ايه؟ احكي للناس. انا كنت شغالة في مجال التنمية مع الاشخاص ذوي الاعاقة حوالي 3 سنين ونص مع مؤسسات مختلفة. كانت مهتمة بمجال التعليم ومجال الشغل اكتر في بداية قانون 5%، وان هم ليهم الحق ان هم يشتغلوا. في نفس الوقت مع الشغل ده انا كان من وانا صغيره، من وانا في ابتدائي وهما بيسيبوني على المسرح ويمشوا. فكنت من وانا صغيره وانا بمثل حتى مسرحيات في المدرسه وامثلها مع نفسي واقف على المسرح. واشتركت اخر حاجه في ابدا حلمك وحاجات كتير ليها علاقه بالمسرح. ففي يوم وانا بحضر التدريبات مع الاشخاص ذوي الاعاقه، بنت من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه حكت انها قبل التمييز وهي بتحاول تدخل مسرح الجامعه. وانا كنت في نفس الوقت ده برضو بمثل، ويعني فاستفزني بصراحه، استفزتني القصه وقلت طب ليه، يعني جه في دماغي سؤال، هو ليه الورش حتى اللي انا باخدها او ليه المسرح مش بيبقى مهيئ، مش بس لاستقبالهم ان هم يتفرجوا على مسرحيه، لا ان المسرح يبقى مهيئ ان هم يطلعوا يعبروا يعني، وانه يطلعوا من غير ما حد يساعدهم، هم ليهم الحق في ده. وكمان احنا محتاجين المخزون بتاعهم، لان ده كمان هيأثر على الدراما وان هي تشوف الشخصيات، ما هو الواقع هيتنقل ازاي وهم مش موجود، هم مش موجودين معانا. بالتالي كمان اللي فكرت فيه انه انا مش عايزه اعمل حاجه اعزلهم عن المجتمع، او عن ان انا اعمل مثلا مسرحيه خاصه بيهم. مسرحيه بس لذوي الاعاقه، لكن ما انا ما حلتش المشكله بالظبط. ففكرت انه ليه الورشه او العرض انه ما يبقاش دامج، يبقى انكلوجن في كل الناس.
ومن هنا جت فكرة أول ورشة. يعني ده الصور الحلوة بتاعة العرض بتاعك. اسم المؤسسة أو المبادرة بتاعتك عجبني قوي، شجر التوت، بس أنا مش عارفة ليه، فاهميني. هو كان أكتر حاجة مضايقانا في الموضوع إن هما بيهتموا بيهم بس في مناسبة معينة، يعني ممكن نشوف عرض في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وده طبعا مجهود حلو جدا طبعا يقدر، بس اللي هو ليه مش على طول؟ ليه مش طول السنة؟ ليه الورش مش مستمرة؟ ليه ما أشوفش عروض كتير دامجة ليهم؟ فزي ما كان نفسنا نشوفهم طول السنة، زي كده شبهناهم بالتوت بما انه بيطلع في فصل الربيع وهو ليه الوان مختلفة ومبهج واحنا بنحبه جدا ولذيذ، فسميناها شجر التوت عشان احنا نفسنا نشوف التوت طول السنة زي ما نفسنا نشوفهم طول السنة، وزي ما هو حاجة نادرة وحلوة بالظبط بنحبها. انا فرحانة باللي انت عملتيه قوي قوي. يعني احنا لازم بقى، يعني بما ان الحماس هياخدنا او هياخد اي بنت او ست بتتفرج تقول يعني انا ممكن يجي يوم واتكرم من السيده الاولى زي امل وزي ديانا، ده السؤال بقى عشان نرجع بقى نفتش في الحكايه، الناس دي احنا عرفناهم ازاي وازاي وقفوا في المكان المشرف ده وبقوا نموذج حلو كده. بعد الفاصل نكمل كلام. أمل الزناتي أحمد وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسطرها دوماً ذوي الهمم، فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات التي تشق على الكثير من الرجال وحققت فيها نجاحاً لافتاً. استاذة امل بقى واحنا بنتفرج على الفيديو قالت لي وانا اتلخبطت وما خدتش حتى الدرع من سيدنا، كنت مبسوطه قوي. احكي لنا بقى عن اللحظه الحلوه دي. لا انا كنت مش مصدقه بصراحه ان هم ان انا يعني الساده الرئيس ان هو ان انا اوصل لحاجه زي كده، ما كنتش متخيله بصراحه، كنت في قمه السعاده والفرح ان انا اوصل لحاجه زي كده. اصلا احكي للناس ازاي جات لك المكالمه انهم يقولوا لك يا استاذه امل تعالي انت هتتكرمي من السيده انتصار السيسي. انا كنت بعمل شويه فحوصات طبيه كده، فمضربين عليا وانا في وانت في المركز يعني بتعملي التحاليل. فقام جايب الخبر، انا ما بقتش عارفه انا رايحه فين وجايه فين. بس كنت في قمه السعاده بصراحه، يعني ان انا عرفوكي ازاي يا استاذه امل؟ دي حاجه مهمه قوي، يعني ازاي احنا محتاجين نفهم ازاي قصص النجاح دي بتوصل انها تتعرف، وازاي كمان لو انا اعرف حد حلو زي كده ارشحه. مين اللي كلمك؟ المكتب بتاع المرأة، ما اعرفش مين اللي رشحني، ما اعرفش. ما تعرفيش؟ والله ما اعرف بجد، والله ما اعرف. يا سبحان الله، ومن انا كنت طول ما انا قاعده استغفر وادعي ربنا ومش عارفه اشيل الفساد، يعني طول ما انا قاعده ساعتين كده سبحان الله قام جاي التليفون ده. ده حاجه جميله، ده ربنا بيجاوبك. إيه الحته اللي انا قاعده فيها ما فيهاش شبكه خالص، جات لك الشبكه، جات لي الشبكه في الوقت ده، لما ربنا يريد كله يتيسر. طبعا طبعا طبعا. انت كان ايه اصلا تحدياتك؟ ما انت اكيد كان عندك مشاكل كتير قوي في شغلك، انت عشان تشتغلي الشغلانه الصعبه دي عانيتي من صعوبات اصلا جدا كتير كتير قوي. بس انا ان انا اتحديت نفسي وتحديت الزمن وتحديت الناس ان انا لازم اوصل للي انا فيه دلوقتي، يعني عايزه ان انت تثبتي للناس ان انت مش اقل من حد عادي، ان انت تشتغلي في اي حاجه. مش شغلانه حتى الراجل نفسه ما يعرفش يشتغلها. أي؟ مش حكايه ان انت قاعده في محل عادي او اي حاجه، لازم تثبتي للناس ان انت كان اي شخص عادي ما يعرفش يعملها. وانت شخص عادي، مش كان انت شخص عادي وجميل وحلو، يعني الله يبارك فيك. ناقصنا ايه؟ الله يبارك، ولا حاجه. الدماغ اهم حاجه بالظبط، هو اهم حاجه الدماغ مش الجسم.
العقل اقبل على نفسي واستكمل فضائله. فانت بالنفس لا بالجسم انسان. الله عليك الله عليك يا استاذ امل. فلازم الانسان يحط ثقه وايمان عنده بربنا ان هو وصل لاي شيء، ما يتحدى الزمن ويتحدى الناس ويتحدى كل حاجه، ما يقفش عند نقطه واحده. في نقط بتوقفني وبتبقى صعبه وكده، بس لازم اتحداها كلها. انت رحتي بقى للشغلانه الصعبه دي، انت الوحيده من اخواتك اللي اشتغلتي شغلانه والدك. اخويا كان اخويا بيشتغل في استيراد الجرارات. انا بقى يعني هو ما كانش موجود اساسا، كان مسافر، وانا بقى حبيت ان انا اقعد في المحل واكبره واحده واحده كده لغايه، واحب ان انا يعني ان انا ابقى اكون يعني هو الحمد لله انا على مستوى الجمهوريه او مستوى العالم كله مفيش حد بيشتغل في المجال ده. حابه ان انا يعني، بس بعد ما الرئيس عمل لنا الوضع ده واهتم بينا في، انا متشكره فعلا فعلا ان هو ما حدش اهتم بالمعاقين ولا الهمم دي خالص الا في عهد الرئيس السيسي. بصراحه يعني انا دلوقتي حاسه ان انا ماسكه الدنيا كلها. لا ده انت، ده انت ماسكه الدنيا وانت هتعملي حاجات كتير جايه لسه هنتكلم. انا عايزه كمان اوريكم التكريم بتاع ديان، عشان برضو لما انا ديان بقى بالصدفه العظيمه بعرفها من زمان قوي، وشايفه بنت شاطره ومجتهده وممثله حلوه وشعله نشاط في كل حاجه، بس لما شفت اسمها بيتقال في المسرح يوم في يوم المراه قلت ده تكريم جميل، وديانا طورت من نفسها واشتغلت في حاجات حلوه. تعالوا نشوف تكريم ديانا ونرجع نسالها برضو عن القصه ما قبله. سيده ديانا سعد جرجس، مؤسسه مبادره شجره التوت لدمج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئه امنه لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركه الفنيه ونشر الوعي. يعني فرحانة فرحانة أني بشوف حد بيعمل حاجة بهدف إنساني وبيتكرم عليها وبياخد التقدير. أنت حسيتي إيه بقى؟ لا أنا كنت متوترة جدا ومكسوفة. لا وشقية كالعادة، هو يعني ده العادي بتاعك. أنا كنت رحت أصلا على الإيفنت وأنا يعني حاسة أنه ممكن يبقى في لخبطة في الأسامي. في حاجة ممكن تحصل. برضو هسألك نفس السؤال، مين اللي وصل لك وإزاي ترشحتي للجائزة دي؟ احنا حاليا في انكيوبيتر اسمها بسيطه لايف، طلع منها بوست حاضنه اعمال. حاضنه بالظبط، حاضنه اعمال بتقدم لنا استشارات فنيه وبتعمل لنا ريكومنديشن وبتساعدنا خاصه في مجال الفن والثقافه الدمج كمان. فهي اللي رشحتنا واتعمل بوست على الفيسبوك فومن في ايجيبت واتكتب القصه بتاعتي وقصه ماربر تري او قصه شجر التوت جت منين، ومن هنا بدا انه الناس تعرف القصه. حلوة. تعرف القصه ورا شجر التوت او قصه انه كان في تحديات برضو. ومن هنا بدا الدنيا. بس طبعا انا ما جاش في بالي خالص ان الموضوع يكبر قوي. الموضوع يكبر وفجاه وبسرعه. عارفه ليه اتقدر بسرعه وتشاف بسرعه؟ يعني من وجهه نظري المتواضعه انه انت كمان شفتي الناس اللي اصحاب الظروف الخاصه، شفتيهم كمان بشكل انساني جدا. انت نفسك في ايه؟ يعني اكيد المبادره دي عشان تكمل، ما احنا مش عايزين المبادرات تتكرم وبس، احنا عايزينكم تكبروا وتكملوا ويستفيد من امكانياتكم دي ناس كتير. فانت شايفه انه شجره التوت ممكن تخدم الناس ازاي؟ احنا طبعا محتاجين دعم المؤسسات الفنيه والثقافيه، ومحتاجين دعم انه المسارح تبقى متاحه لاستقبالهم، ان هم يبقوا فنانين حقيقيين، هم اللي يروحوا بنفسهم ان هم يعرضوا مش بس يتفرجوا على العروض. فمحتاجين يعني انا حلمي ان يبقى في فرقه دامجه فيها ممثلين محترفين من الاشخاص ذوي الاعاقه ومن الاشخاص ذوي الاعاقه، ونطلع بره ونمثل مصر في مهرجانات بره زي ما بنشوف في بره مصر. بره مصر في فرق دامجه بتطلع وفرق حاجات كتير، فده اللي انا بحلم بيه انه ده يبقى موجود كمان هنا، مش بس ان احنا نعمل لهم حاجه خاصه، لان هم يبقوا معانا وده معنى الدمج، ان هم يبقوا موجودين في وسط الانشطه اللي احنا بنعملها. بصي عايزه اقول حاجه، ويعني يا رب كلامي ما زعلش حد، بس فرصه انه امل كمان معانا.
لما كان مثلا بيحصل ظهور لقصار القامه يا امل في مسرحيات على سبيل الهزار، او لما بيظهروا في اعمال فنيه على انه شخصيه كوميديه، ده بيبسطك بيضايقك مش فارق معاكي؟ احكي لي كده طريقه التعامل الساذجه دي مع قصار القامه بتاثر فيكي ازاي؟ لا كنت بزعل بجد؟ اه. ولا بتعتبري خلاص شخصيه كوميديه وخلاص؟ لا كنت بزعل فعلا؟ ايوه. ده بالظبط اللي دعينا بتقوله، انه ما نطلعوش كحاله لكن يطلع دور شخص في المجتمع. تمام صح كده؟ اه تمام. ده اللي انت بتقصديه؟ بالظبط. يعني انا بحاول بس اقرب فكره انه يعني ايه يطلع حد، ما هو كنا بنشوف بس بنشوفه ازاي، انت عايزاه يتشاف ازاي؟ بالظبط ده اللي احنا بنحاول نوصله، الوعي انه انسان عادي، انه الدراما مش ما فيش فرق يعني بقصته بكفاحه زي ما شايفين امل، انه ده انه ظهورهم في الواقع لما يشوفوا على المسرح بيمثلوا ادوار مختلفه، بيعبروا عن حكاياتهم، بيعبروا بجسمهم، فيقدروا يشوفوهم على الواقع، وده هينعكس على الدراما وعلى الاعلانات والحاجات اللي بتتاخد، وان هم يقدروا ما انا ممكن اطلع حد ذوي اعاقه بصريه شرير زي ما انا ممكن اطلعه طيب. بالظبط. حضرتك لما تعمل الحاجات دي بتخلي الناس تطلع، اصل في ناس مستخبيه مش راضيه تطلع، مستخبيين في البيوت مش راضيين يطلعوا وخايفين من الناس. وده متهيألي يا استاذه امل نص التحدي بتاعك. الحمد لله انك مش بس اشتغلتي شغلانه صعبه، انك اصلا عندك الف عذر ان انا اقول اقعد في البيت. طب ما انا اخواتي يشتغلوا اي حد يشتغل. صح؟ اي يعني انا لما بقعد في البيت مش ببقى قاعده، ببقى زعلانه ان انا قاعده في البيت لما كنت تعبانه ولا حاجه، ما عادش اقدر ان انا واخده على الشغل، ما عادش عايزه ان انا ما اقعدش في البيت وكده. وغير كده انت بتثبتي نفسك في الشغل بتاعك ده، خلي الناس ان هي ما تاثرش معاك بالكلام او كده، بتثبتي شخصيتك ووضعك في المجتمع. انت شايفه قيمه نفسك وعارفه انك بتفيدي. ايوه. مش مستنيه حاجه من حد. لا 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 الحمد لله. هعلق على حاجه بس كانت بتقولها انه الناس تطلع. هي مثلا في الورشه اللي احنا بنعملها، من ضمن التعليقات اللي حقيقي بتطيرني انه انا حسيت ان جسمي حر. مش محبوسه. مش محبوس، وده بجد اللي بيشبعني، انه انا شاركته ولو في نص ساعه او ساعه، ان انا لبني ادم يحس انه جسمه حر. فده اللي احنا عايزينه، ان احنا نبقى احرار، والفن هو حر بطبعه وبذاته، فاحنا محتاجين الفن نحرره اولا من نظرتنا ليه، لانه ده اكبر درس انت بتقوليه لنا النهارده. ما تبصروش على انه حاله. انا عايزاه يطلع الفن وكل حاجه اللي هو شايفها يطلع فيها. مش ان هو فن بس، اصل معظم اللي زي حالاتي ما بيشتغلوش الا في الفن، في الكوره. عايزاهم يشتغلوا في اي مجال. اشتغلوا بقى في الجرارات. مش شرط جرارات. طب انت عايزه الخطوه الجايه ايه؟ انا بفرح قوي بصراحه لما حد يتكرم، لاني بشوفها فرصه لانه يطلب حاجه، يغير حاجه، ياخد فرصه جديده. ايه الفرصه اللي انت ممكن تفرق معاكي في حياتك، تسهل حياتك على الاقل؟ الفرصه ان انا اولا مقدمه على الشقه اللي دي بقى لها كام سنه، والناس خدت وانا عطلوا لي في اوراقي. مقدمه فين بقى قولي لنا؟ في الاسكان الاجتماعي. طيب، وزاره الاسكان، الساده في وزاره الاسكان الاستاذه امل الزناتي المكرمه من السيده انتصار السيسي. شقتك متاخره يعني ولا بتستنيها دورك عادي؟ لا متاخره. متاخره شقتها يعني. متاخره يا جماعه. عايزه مكان يبقى فيه الورشه بالمحل بالمكان السكن. ده كله عشان انت انتقالاتك صعبه عليكي. تمام. وغير كده انا مش قاعده في نفس البلد بتاعتنا، انا قاعده في بلد تانية. يبقى المكان واحد، والقصار القامة اللي هم مش قادرين يشتغلوا كده وكده اشغلهم معايا. تقدري؟ تقدري تشغلي معاكي عدد قد ايه لو مكانك بقى اكبر؟ ممكن اشغل 4 أو 5. حلو قوي. معايا. حلو قوي. فانت قدرتي وتقدري تمكني مجموعة يعني ممكن غير كده، ممكن المكان تعملي فيه مكان مثلا مش هشتغل في المكان المجال للشغل، يعمل اكل مثلا، يعمل شاي. يعمل يعني يبقى مجمع خدمات. ايوه تمام كده. ديانا، شجره التوت تكبر وتطرح وتبقى حاجه حلوه كده، بتحلمي بايه؟ بحلم بمسرح دامج، بمسرح مهيئ لاستقبال كافه الاعاقات المختلفه. بحلم ان احنا نعمل عرض دامج يلف العالم،
بحلم ان احنا ناخد فند طبعا عشان نحقق كل الحاجات دي من المؤسسات اللي هي الداعمه الكبيره اللي تقدر تسهل لنا الحاجات دي. بحلم بمؤسسات اللي بتشتغل مباشره مع الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يسهل لنا الوصول عشان نوصل لناس مهتمه كمان بالفن ونقدر نوصل لهم اسرع. بحلم ان احنا نلف العالم بالعرض الانكلوجن الدامج ان شاء الله. زي ما انت قلت لنا الكلمات اللي بتفرحك كده. وحضرتك كمان في نقطه كمان ان بالنسبه لموضوع ترخيص السيارات مستنيين ان هم لازم يبقى في مرافق. طب احنا تماما فكرنا فيه بيسوق ومعاه رخص من قصار القامه قبل كده. طب ده يتطبق على اللي هم كفافه او اللي هم مثلا لكن قصار القامه لو لو سياره مجهزه تقصدي هيقدر يسوق. وفي ناس معاها رخص قبل كده قبل ما القانون ينزل. فليه احنا ما نسوقش ونستنى لازم مرافق والحاجات دي؟ نرجع للقانون دي نتاكد منها بس وجهه نظر تحترم. انا يعني الحقيقه شايفه انه كمان اليوم كان في تفاصيل كتير لازم انتوا تغششوها لنا بالاضافه لتفاصيل التكريم. ايه اكتر حاجه فرقت معاكي في اليوم اللي روحتيه بتاع يوم المراه؟ انبسطتي بايه؟ شفتي مين؟ انبسطت بان انا كرمت مع ناس عظام زي ال ما انت عظيمه يا استاذه. ما لا برضك احنا لا ده ناس قبلنا لا حاجات يعني ان احنا حاجه جميله جدا ان احنا نكرم مع الناس الجمال دول حاجه ترفع من روحنا اكتر ان احنا حاجه واصله كده يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. وانت يا دايما انطباعاتك عن اليوم كانت ايه؟ انا عارفه الفنان بيبقى شايف الحاجات كده ايه بعيد المسرح فشفتيها ازاي؟ انا شفت انه اكتر ما هو التكريم مسؤوليه وفخر حقيقي. انه حقيقي ان انا شفت ان هي علامه هي اكبر هي علامه الهيه بالنسبه لي ان اكمل لان انا كنت ماشيه اني اعمل ورشه اني كنت بجرب. كنت من زمان عايزه اعرف رسالتي ايه او يا رب انت وانا اتخلقت ليه اكيد في حاجه. فدلوقتي هو جاوب يعني فهي حقيقي علامه كبيره. فانا مش شايفه اي سبب غير ان هي علامه الهيه انه يساعدني وان يقول لي اكمل طبعا بمساعدات الحاضنات اللي انا فيها ان هم بيبذلوا مجهود طبعا معانا عشان نوصل لحاجه بالزبط. اكبر. بس يمكن دي الفيجن الكبيره الرؤيه الكبيره اللي انا شايفاها. وفرق طبعا معايا التكريم يعني انا شفت ده بعد يعني شفت الرؤيه كامله بعدها. فلا طبعا ممتنه جدا. عارفه وانت بتتكلمي فارق معايا جدا في اللي انت بتقوليه الحديث عن الدمج من غير الكلمة بقى ما تبقى بحساسية انه طول الوقت فكرتنا عن الدمج. اديله فرصة اديله 5% من الشغل اديله كرسي اديله وسيلة تعويض لأي حاجة بقى أو أي مشكلة عنده. اللي دايما بتقوله عكس كده تماما سيبه في حاله وعامله طبيعي وخليه يعيش صح كده. انا فاهمكي مظبوط صح بالظبط. عاملني طبيعي مش عاملني كحاجة ناقصة. ده نفس الفكرة برضو اللي عايز اسألك عليها في المؤسسات اللي بتدعم ذوي الإعاقة. في ميزانيات لدعم ذوي الإعاقة بس معظمها بيروح في الحاجات بتاعة التمكين وده هايل جدا. انت عايزة حاجة تروح للفن وللثقافة للذوي او ذوي الهمم عشان هو محتاج ان هو يخرج المخزون بتاعه محتاج ان هو يخرج الطاقة بتاعته زي ما احنا كمان بنفضل لو احنا عندنا ظروف الحياة وضغوطاتها بتخلينا محبوسين فاحنا بنحاول عايزين نخرج ده بالزبط. فهم طبعا لازم يخرجوا ده يعني ده شيء أساسي عشان الإنسان أصلا يبقى سوي ان هو يخرج المشاعر بتاعته ويخرج المخزون بتاعه وده مهم جدا عشان صحتنا النفسية يعني بالزبط. وبالتالي عشان يقدر كمان يكمل شغله وحياته لان هو معظم الناس فاهمه الفن ان انا لازم ابقى انا هبقى مشهور فاهمين ان الفن رفاهيه وشهره. لا هو الفن احتياج يعني وده اللي اثر فيا وفي حياتي عشان كده عايزه انقله لكل حد مش لاقي الفرصه وفاكرها بعيده. فاحنا موجودين. باكد على كلامك هي رساله فعلا انكم تكملوا. استاذه امل بيقولوا عليكي ملكة الجرارات. تمام صح؟ تمام. شايفة انه ازاي الواحد يروح من التحدي بتاع ان انا متواجه بان انا عندي ظرف صعب الى اني ابقى سيدة مشهورة بقى في مصر خلاص بتكرم عملت قصة نجاح وعندي كمان الكثير اني اعمله. عايزة منك رسالة حلوة كده لكل حد بيعدي بظروف صعب. مش عايزة اقول بنفس ظروفك ولا لا بس اي حد بيعدي بظروف صعب لا يتغلب عليها ويصبر
ويحارب ان هو ما يوقفش يستسلم لاي ظرف ويطلع ويشتغل وما يعدي المحن دي كلها ويحارب كل شيء. انت تعرضتي لتنمر كتير؟ كتير طبعا، احنا في ارياف كمان. كتير ارياف اصلا بيبقى فيه ترصد للست اصلا. تمام. ست بقى وعندي ظروف خاصه، حصل معاكي ايه؟ ما تغششينا. حصل عشان اي حد ضايقك يبقى بيسمعنا النهارده. شوفي الست، شفتي ديت قصيره ازاي وبتشتغل مع الرجاله، شفت ان هي عامله ازاي، شوفي لابسه ازاي، شوفي كل حاجه، كل حاجه ما فيش، بس لازم نفر بقى خد على كده وبتغلب عليها بالاسلوب. وهل النظرات دي اتبدلت لاحترام بقى وتقدير دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. انا بشكرك، انا بشكرك، شكرا جزيلا. استاذه امل الزناتي، استاذه امل الزناتي، الاول سيده تعمل في مجال الجرارات الزراعيه والمكرمه من قرينه الرئيس السيده انتصار السيسي، ديانا سعد جرجس الفنانه الموهوبه الجميله اللي حطت رساله لحياتها ورؤيه انها تدعم ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه في انهم يبقوا جزء من المشهد الفني والثقافي في مصر. ده اللي انا بتمناه وده اللي متاكده انه هيحصل ان شاء الله. شكرا يا دي، شكرا كده، شكرا لحضرتك. هنكمل كلامنا وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم مع دكتور محمد سليمان الكاتب والسيناريست.